السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السؤال الأول هو أنه مثلا حكم جواز ذكر أسماء الله الحسنى والأعداد مثلا على كما جاء بعض الطرق الصوفية على بعض المشايخ ديالنا في المغرب ولا في المشايخ ولا نعم يعني ما حكم ذلك يعني واش جائز أو لا مع الذكر أن مثلا في عند ذكر هذه الأسماء تحصل واحد الطمأنينة والسكينة وواحد اي نعم سيدي واحد يعني واحد الاحساس لا ما يتقاش فعلا. اما جوابا عن سؤالك الثاني قضيه الاذكار التي يقيمها بعض الصالحون اما في الزوايا واما في بعض المجالس للذكر فهذا خير عظيم. ربنا عز وجل جعل اعظم العمل هو الاجتماع لذكر الله، اعظم العمل على الاطلاق ان نجتمع على ذكر الله تعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أعظم مجالس الدنيا هي مجالس الذكر تحفها الملائكة، وأعظم الذكر تلاوة القرآن ومدارسته والتفقه في الدين، وأعظم الذكر أيضا هو الأذكار المأثورة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، تسمى غراس الجنة. غراس الجنة. دخل النبي الكريم على صحابة وجدهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، قال هؤلاء يغرسون، إنهم يقومون بغراس الجنة، لأن سبحان الله إذا قلتها غرست لك نخلة في الجنة ظلها يقطعه الفارس على فرسه لخمسمائة سنة، وفيها ثمار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. حتى إن سليمان عليه السلام النبي الملك الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان على بساط الريح وكان يتفقد أحوال الرعية، وكان هناك فلاح يذري القمح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فلما رفع رأسه رأى سليمان عليه السلام يطير على جناح السرعة فوق بساط الريح، فقال آه لو كان لي مثل ملك سليمان أو نصيفه. فالرياح حملت هذا الكلام إلى سيدنا سليمان، عنده الريح غدو شهر وروح شهر، فنزل سليمان إلى الرجل وقال يا هذا إن قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعظم عند الله من ملك سليمان. وهذا حقيقة ليس مبالغة، لأن ملك سليمان كم بقي؟ سيدنا سليمان عاش 52 سنة ومات وانتهى ملكه، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد ستكون غراس الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، نعيم عظيم. فهؤلاء الناس الذاكرين هنيئا لهم، إلا أن هذا العمل قد يشوبه بعض الشوائب، قد يكون هناك بعض النقصان، فبعض الصالحين يرتبون العدد، أي نعم العدد في الذكر مطلوب خصوصا إذا كان مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أذكار مأثورة بالعدد كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 وختم المئة بلا إله إلا الله إلى آخر الحديث، قال ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة. هذا ذكر فيه العدد، وغيره كثير. من دخل صحابي قال له يا رسول الله أدخل إلى السوق فيقع لي الغبينة، وحينما أبيع وأشتري مع الناس
أتعرض للمضايقة وللتطفيف في الميزان ولا أحسن البيع والشراء وأخسر. فقال إذا دخلت السوق قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل 10 مرات وفي رواية 100 مرة وادخل إلى السوق، ستكون عندك حماية كاملة من عند الله. ما في أحد يسرقك أو يغصبك أو أنه يعطيك بضاعة بثمن أكثر. ربنا يحفظك من كيد الكائدين، بالعكس يجعلك في يد تاجر طيب ميسر تربح معه بإذن الله. هذه أذكار مأثورة بأرقام. لكن لاحظنا بعض المشايخ وبعض الصالحين في بعض الزوايا يضعون أعداد أخرى، تقول له هذا العدد من أين حصلت عليه؟ مثلا ما يسمى بلطيف بن حجر، أن تقوله 4444 مثلا، وهذا غيره كثير عند بعض شيوخ الزوايا والطرق، عندهم أرقام معينة. يقول لك أخبرني شيخي، وشيخك من أخبره؟ أخبره شيخه، وشيخ شيخك من أخبره؟ رأيت كذا وكذا في المنام. يكون هذا كلام هو ليس ملزما، هو على كل حال الذكر مطلوب، أن نذكر الله كثير. أذكروا الله ذكرا كثيرا، هكذا قال رب العزة، أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال لنا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في جميع الحالات أذكر الله كثير. لكن أن تلتزم بأعداد معينة ذكرها الشيخ معين فهذا فيه تكليف. هو الذكر في حد ذاته مبارك، لكن هذا العدد فيه تكليف، حتى إن بعض العلماء قالوا هو بدعة، ولكن ليس بدعة، ممكن أن نقول هي بدعة إضافية، لأن هناك المحرم والبدعة الأصلية، أما الإضافية هي في الشكل والأسلوب، وقد تكون مباحة. لكن الإنسان لا ينبغي أن يبقى مع الأعداد، لأنه قد لا يخشع وقد لا يكاد يستوعب معاني الذكر. فعوض أن يتفهم أسماء الله الحسنى لما يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يستشعر اللطف، اللطف الأجنة، اللطف السمع والبصر والفؤاد، اللطف في الكون، في البحار، في الأشجار، في الحيوانات، في الأم ورضيعها، اللطف. يا لطيف يا لطيف، لما أقول يا واسع يا واسع، يا باسط يا باسط، الله واسع عليم، انظر إلى ملكوت الله ليس لها حدود، لا بداية ولا نهاية. يا باسط، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطيك بلا عد ولا حصر خيرات منذ أن فتحنا عيوننا على الأرض في الحياة، وربنا يرزقنا طعام وشراب، إفطار وغداء وعشاء ولباس. يا باسط يا باسط يا باسط، أو هكذا يا جواد يا جواد، تطلب من الله الجود والعطاء. فقلها وأنت تتأمل في ملكوت الله. إلا أن بعض الناس يبقى مع العدد، يبقى مع العدد فلا يكاد يستوعب، وهنا يدخله النقصان. وعلى كل حال من ألهم الذكر فقد ألهم خيرا كثيرا. ونستكفي بالأذكار المأثورة في السنة، لا داعي، لأن الشيوخ الأجلاء والأولياء المقربين ليس هو الذي يأتي بأذكار جديدة وأرقام جديدة، بل هو الذي يدلك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن ما معنى الأولياء؟ ما معنى الصالحين؟ هم الدالين على الله. الولي لا يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى الله ويدلك على الله، لأنه صار قريبا من المولى. بحال قلتي مونيتور في أي قطاع، تعليم السياقة، تعليم السباحة، في أي قطاع يكون واحد الخبير عنده خبرة ومهارة يدلك على حسن الصنعة. كذلك الأولياء والصلحاء دورهم يدلون على الله. وفي سنة رسول الله ما يكفينا، لا نحتاج إلى أن نبحث عن تيار كذا وطريق كذا ومنهج كذا، نستكفي بما في سنة رسول الله. والأذكار كثيرة، وخصوصا الأسماء الله الحسنى. ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.